السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ جمعه مباركه عليكم يا رب. النهارده بقى نعمل فطار كده سريع. عندنا طبعا الشيف جمعه خالي، بقيت معانا من امبارح. عايزاكم كلكم تعملوا اشتراك عنده في القناه بتاعته، هتقولي حطها في المنتدى. وكمان النهارده هنعمل الكبسه مع بعض انا وهو بطريقته بقى. هو كان عايش في السعوديه فهو اكيد عارفها اكتر مني، فيعملها معايا النهارده وهتشوفوها بطريقه برده حلوه وسهله ولطيفه. فطارنا بقى يبقى سريع كده وسهل النهارده. انا بقطع بطاطس احمرها الاول، دي اول حاجه. وعندي فول بالكشنه، بما ان هو كان عايش في السعوديه كان لقيت علبه فول بالكشنه، هي اللي كانت عندي في الدولاب. هنعملها، مع ان انا الكشنه انا ما اعرفش اعملها، لان شفت قبل كده مروه عاملاها قبل كده على مروه وما خدتش بالي منها، بس هخلي خالي برده يعلمها لي الكشنه دي. هي الكشنه دي يا خالي؟ انا اعرف ايه؟ مش عايز تقول الكشنه دي ايه؟ هيقول خلص الفطار، خلص الفطار يقول لي ايه الكشنه دي. احنا بعتنا جبنا حاجات بسيطه كده من تحت عم عنتر، ربنا يديله الصحه جابها لنا. حمر بقى البطاطس على طول بدري بدري كده. يا رب بس تكونوا سامعيني كويس، يعني جبتوا مايك اهو عشان انتوا قلتوا لي هاتي مايك هاتي مايك، جبت لكم مايك اهو، صرفت وكلفت وجبت لكم مايك. حاجه كده حلو يعني. بسم الله. بطاطس الزيت اهو سخن، نحمر بقى البطاطس وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. فضيت الفول اهو، بصوا بالكشنه، نحطه بقى ايه يسخن هنا. في نفس الوقت بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هفضي بقى الجبنه نغصها كده في طبق يكون شكلها لطيف. بصوا بقى الكشنه حلوه قوي، الفول بالكشنه ده جميل، جربوه يا جماعه على ضمانتي. فاكرين لما كنت عامله تحدي انا ومحمد بتاع الفول ده؟ كان اكتر طعم عجبنا، ما بتحطش عليها حاجه خالص. هو كده مظبوط. نقلي بقى الطعميه بعد ما نطلع البطاطس. جبنا طعميه نيه اهي نقليها بالمره. دي جبنه بيضه براميلي حلوه قوي. حلوه لطيف قوي. وهحط جنبها حته جبنه بيضة اللي هي اللايت، الملح الخفيف، انا بحبها على الفطار. حته كده جنبها حلو كده. البطاطس قربت تتحمر اهي والفول سخن. نايس. بقى هنقلي ايه؟ هنقلي الطعميه، نفضيها في طبق عشان نقليها ونحط عليها شويه سمسم، وهنعمل بيض البسطرمه وخلاص. نحط الزبادة، وادي الجرجير غسلناه، حلو قوي. كده الجرجير حلو، اللي يجهز نحطه قدامنا. وادي الخيار، طبق الجبنه ده هحط ايه جنبيه؟ حته المشي الدوميت ده حلو قوي برضو. حته كده صغننه كده خيار اهو. نحط ايه تاني؟ البرطمان بقى بتاع الجبنه ده انا بحطه بحاله، واللي عايز ياخد بمعلقه بياخد. ادي البطاطس اهي، بصفيها بقى، بحمرهاش قوي عشان ما تبقاش ناشفه. حلو قوي. وراها على طول هنحمر ايه؟ هنقلي الطعميه، ومعانا الفول كمان سخن، يبقى فاضل كده البيض وخلاص.
بيهم بقى. نعمل بقى البيض هنا، ادي بيض البسطرمه اهو، تمام كده. طبعا البيضة ما بتحطش عليه ملح عشان بيبقى البسطرمة مالحة، فلفل اسود بس. احنا كده خلصنا خلاص. نحط العيش هنا. ادي الطعميه كمان. اسخن بقى العيش البيت اللي انا باكله. نفضي الجبن كمان بالمره في طبق. خلصنا، نجيب بقى طبق للبيض وطبق العيش كمان ساخن اهو. بحب اسوي البيض كويس في البسطرمه او اي بيض عموما، ما بنحبش البيض اللي هو يكون ني او البريشت ده، انا ما بحبوش ابدا. ماما بتحبه، انا لا. اسويه شويه، ساعات بغطيه بقى، اجيب غطا واغطيه دقيقتين بالظبط. انا بسخن العيش، برص بقى الاكل ده على السفره وبعد كده اوريه لكم. كده خلصت، كده خلصنا يا جماعه. عملنا اسرع فطار واحسن فطار. احنا كنا صحينا نجيب سندوتشات من المطعم بس قلنا لا، نعمل فطار في البيت. ما خدش في ايدينا ربع ساعه وخلصنا، وطعميه وفول وكل حاجه. تعرف طالما انا بقى وجمعه مبارك عليكم، ما تنسوش الكبسه استنوها مني انا والشيف جمعه النهارده. وحسن هرب مني امبارح على موضوع الروتين بتاعنا. قولوا له كلمه للزوج ده، عملته غريبه. ايوه هرب بالليل، جه الساعه 2:30 صح؟ يلا يا جماعه اشوفكم على خير وباي باي.